بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، وردني سؤال حول السحر الأسود. الحقيقة قبل أن أشرح لكم هذا الموضوع، أود أن أقول ليس هناك سحر أسود أو أبيض، السحر كله ضار، وكله شرك بالله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول: "ولا يفلح الساحر حيث أتى". طبعا هذا مصطلح جاءنا من الغرب أيها الأحبة حيث يعتقدون أن هناك أرواح شريرة الأرواح عندنا في القرأن أو الروح عندنا في القرآن هي مطهرة هي من أمر الله سبحانه وتعالى ليس عندنا أرواح شريرة الشياطين لديهم تستطيع أن تؤذي البشر وتسيطر عليهم وتدمر حياتهم مثلا لديهم معتقدات وهذه كانت في اوروبا هذه المعتقدات ولا زالت حتى الان بعض الناس يعتقدون بذلك ان هناك سحر اسود تستطيع ان تدمر مثلا الحياه الزوجيه لاثنين تستطيع ان تهلك انسان او تميت انسان او من هذا الكلام الفارغ احبتي في الله قبل كل شيء ينبغي ان اقول الحمد لله على نعمه الاسلام لو لولا ان الله اعطانا هذا القران، انزل علينا هذا القران رحمه بنا. رحمه بالمؤمنين انه انزل عليهم هذا القران، لان القران هو مرجعنا. واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي منهج لنا، وهي مرجعنا في الامور التي نختلف عليها، هم ليس لديهم مرجع. لديهم يلجؤون الى العلم احيانا، ولكن العلم لا يعترف بالسحر. ربما هناك بعض الدراسات التي اعترفت ان هناك خداع لمناطق بصريه محدده في الدماغ فتحدث امامك اشياء لا تراها وهي تحدث لان هناك تعطيل لبعض مناطق الابصار في الدماغ. او ان هناك اشياء تراها كانها حدثت وهي لم تحدث بسبب وجود اضطرابات معينه ايضا في بعض مناطق الذاكره في الدماغ، المهم ايها الاحبه. لا يوجد شيء اسمه سحر اسود او ابيض او احمر او غير ذلك. ولا يوجد شيء اسمه سحر نافع وسحر ضار. السحر كله ضار. الله تبارك وتعالى يقول: "وما هم بضارين به من احد الا باذن الله". هذا ينبغي ان نعلمه. الشيء الثاني ايها الاحبه. ان السحر يعتمد على الخداع البصري، الله تبارك وتعالى يقول: سحروا اعين الناس في قصه سيدنا موسى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم اذا السحر يعتمد على تخويف الطرف الاخر والسحر موجود لا يستطيع انسان ان ينكر هذا السحر ولكن هل يستطيع الساحر ان يضرك او لا يستطيع هذه المشكله الساحر يلجا الى الشيطان من خلال كفره بالله وارضاء الشيطان فالشيطان والجن الكافر يقدم له بعض الخدمات والجان موجودون طبعا من حولنا ايها الاحبه ولكن هل له سلطان علينا كمؤمنين لا انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ما دمت يعني شوف اخي الحبيب التوكل على الله هو مفتاح التخلص من اي سحر او حسد او ضر او اذى او ظلم او غير ذلك من اعمال الشر التي قد تخاف منها التوكل على الله هو العلاج المثالي التوكل على الله غير موجود في اي ثقافه اخرى اليوم لا في الثقافه البوذيه ولا الهندوسيه ولا يوجد في ثقافات الشعوب الملحدين ليس لديهم شيء اسمه التوكل على الله لذلك تكثر لديهم الاضطرابات النفسيه وبخاصه الاكتئاب نحن لدينا كنز والله يا ايها الاحبه كنز هو التوكل على الله الله تبارك, على تبارك وتعالى علمنا قال فان تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذه الايه ايها الاحبه تجعلك تستصغر كل شيء امام الله عز وجل حتى لو جاء من يخوفك من دون الله ويخوفونك بالذين من دونه هناك بعض الاشخاص يخوفونك ولكن انت ما دمت تتوكل على هذا الاله العظيم رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سلمت امري ووضعت مشاكلي وضعت مخاوفي وضعت همومي بين يدي هذا الخالق العظيم المتصرف بهذا الكون الذي لا لا يعزب عنه مثقال ذره، ذره لا تستطيع ان تتحرك الا بامره ف عندما أتوكل على الله فإن الله سيكفيني لذلك نجد أن أن الله أخبرك مسبقا أن تقول أو أمرك أن تقول فقل حسبي الله عليه توكلت أي أن الله يكفيني لذلك أنا أنا توكلت عليه لا أريد أحدا مع الله لا أريد فلان ولا فلان ولا فلان أريد فقط أن أسلم هذا الأمر إلى هذا الخالق العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شيء ثاني ايها الاحبه في موضوع السحر، هناك كثير من الناس يخافون من موضوع العين، موضوع ان يكون احد قد عمل لهم عملا يعني باللغه الدارجه هو لا يوجد شيء اسمه عمل. هناك سحره خبيثون يتعاملون مع الشياطين. طبعا احبتي في الله حفظ القران هو اكثر ما يحميك من السحر وغيره حفظ القران في صدرك التوكل على الله حق التوكل الثقه بالله عدم الخوف من هذا الشيطان ينبغي في اعماقك ان تعتقد ان هذا الشيطان ضعيف اذا كنت تؤمن بالقران ينبغي ان تعتقد ذلك ساقول لكم لماذا لان الله تبارك وتعالى اخبرنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا كان الله هو المتحدث يقول لك إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هل تخشى من هذا الشيطان وأعوانه؟ الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا فينبغي أن تثق بكلام الله أن تتوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون أن تكون من الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب صفتهم الرئيسية أنهم على ربهم يتوكلون أن تكون أيها الأخ المؤمن صادقا مع الله عندما تقرأ آية يأمرك الله فيها بالصلاة ينبغي أن تلتزم أوامر الله عندما يأمرك بالطهارة ينبغي أن, أن تبقى في حال الطهارة عندما يأمرك حبيبك عليه الصلاة والسلام بإكرام الجار مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ثم بعد ذلك تؤذي جارك سيكون للشيطان سبيل سبيل عليك سيكون للشيطان سيطر عليك إذا لم تطع هذا النبي الكريم النبي يقول لك أكرم جارك ثم أنت تؤذي جارك تفعل العكس النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذا تكلمت بالشر ثق تماما أنك عصيت هذا النبي الكريم وعصيت الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيع الله وأطيع الرسول إذا أحبابي في الله طاعة الله التوكل على الله الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى الثقة بهذا الخالق العظيم ان هذا الشيطان لا يستطيع ان يضرك ويمكن ايضا كاطمئنان للقلب يعني انا شخصيا عندما اخاف من شيء انا ساخبركم بنتيجه خبرتي في حفظ القران ايات القران تتضمن كل المناسبات التي يعيشها الانسان، اي مناسبه تمر منها فيها مثلا حاله الخوف هناك آية تقول في سورة قريش: "وآمنهم من خوف"، تكرر هذه الآية فتهدأ. تشعر أحياناً أن أحداً يريد أن يضرك بالسحر، ربما يتوهم يعني بعض الناس يتوهمون ذلك. تذكر سورة البقرة وتذكر هذه الآية وكرر هذه الآية سبع مرات، أو هي جزء من آية. "وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله"، تكررها. فيذهب ما بنفسك من الخوف عندما تشعر كان احدا يريد ان يضرك او تخشى ان يضرك احد قل كرر سبع مرات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هو سميع يسمع دعاءك عليم بمكرهم اذا احسست ان احدا يريد ان يمكر بك يريد ان يضرك في بيتك في زواجك في أولادك في عملك في دراستك في رزقك عليك أن تتذكر هذا الدعاء الذي دعا به ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون عندما قال عندما, عندما مكروا به وحاولوا قتله ماذا قال هذا الرجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذه الآية أيها الأحبة وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد تضمن لك الاطمئنان لان الايه التي تليها يقول تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب، تتذكر كيف ان الله نجى هذا الرجل المؤمن من جبروت فرعون كل المكر الذي مكروه لم يفعل شيئا معه بل هم الذين حاق بهم هذا المكر السيء وغرقوا ونجاه الله. لذلك احبتي في الله رددوا دائما قول سيدنا هود عليه السلام عندما ياس من قومه وهددوه واستهزا به ماذا قال؟ اخيرا قبل بعد كل شيء بعدما ياس منهم اني توكلت على الله ربي وربكم. هذه ايه مهمه ايها الاحبه رجاء احفظوها ساختم بها الفيديو. وكرروها ايضا سبع مرات مهم الرقم سبعه ل... ل... سوف تهدأ هذه النفس اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا الى صراط المستقيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته